جان خلفاوي انا اللي ورا الكيت لا جالسي بطريقة انا اللي ورا الكيت انا بغيت الفرقة الرجاء تيظهر ليا قلتها من قبل الرجاء فحال مي انت تبغي امك ماشي حيت زوينة انت تبغي امك اوتوماتيكمون علاش تنبغي مي حيت الاخوان الصحفيين شرحت لهم البروغرام ديالي سافغي بانني ما حطيتوش بالديتاي لحقاش تتبقى مساله خاصه ما يمكنش نحط لهم الديتاي مي انا بالنسبه لي عطيتهم اللي عليا وكمال على الله المنخرطين اللي ما جاوش كانت اسباب قاهره ديالهم كاين اللي اتصل بيا كاين اللي صيفطوا لي دي ميساج حنا في كتاح حالات التالي ما جاوش غادي نتصل بهم واحد واحد حيت ديجا كنت هضرت معاهم كاملين نطلب من الله التيسير الاخوان ديالنا كاع اللي جاوا ولا اللي ما جاوش تيبقاو كاملين منخرطين حنا عطينا اللي علينا وكما الله سبحانه وتعالى بغينا نرجعوا الفرقه ديالنا للعهد ديالها فرقتنا هذه غادي نبغيوها العالميه فرقتنا هذه بغي نبغيوها كيف ما هي سافري بان دابا تكلاسيني تروازيام من قبل وكذا وكذا اما حنا بغينا نرجعوها كي كانت بغينا نرجعوا العالميه بغينا نمشيو لاكوب دي مون تيظهر ليا ماشي صعيب عندنا باش نمشيو لاكوب دي مون راه مشينا دو فوا بغينا نمشيو لا تروازيام فوا باش نكونوا ديما حنا السباقين في هذه المسائل هذه فاش كلمتي قلتي بان تدخ الاموال المهمه خاصينا تولي فشنو كيعد علي حمدي بالنسبه للمستشارين تيظهر ليا كاين مستشارين اللي كاينين حاليا وكاينين بعض الاخوان اللي بدينا تندقوا عليهم البيبان تيظهر ليا ماشي بالضروره تنقولها تندقوا البيبان عند شي اخوان اللي نقولوها ما داروش الثقه في هذا المكتب الحالي بلوز اون ما عرفتش انا علاش ما غاديش نقول علاش لحقاش مساله قناعه ديالهم هما دقينا عليهم البيبان تيظهر ليا اللي تعاونوا معنا هذه الفرقه ديالنا الفرقه ديال الشعب الا تعاونوا معنا حنا بغينا نردوا الفرقه ديالنا كيف كانت بالنسبه للتقرير المالي والادبي التقرير المالي والادبي تتقى هذيك مساله ديال المكتب تيظهر لي هو اللي يحط التقرير المالي والادبي انا بالنسبه لي اون فوا حط لي التقرير المالي غندير الفيديو سيار ديالي باش يدير لي الحساب ديالو وعاد ديك الساعه نقرروا شنو غنديروا فيه